أذهب إلى هبة عياد من بغداد. هبة، كلما اقتربنا إلى وقت إغلاق الصناديق يكون هناك زخم أكبر، وهذا هو ما حاصل الآن في أغلب المحطات للاقتراع العام. ما هي الصورة أو الوضع لديك الآن؟ نعم، مساء الخير فالح. يعني قبل قليل كان هناك صف من الشخصيات السياسية يدلون بأصواتهم، ومن بين هؤلاء الأبرز كان رئيس مجلس المفوضين ورئيس المحكمة الاتحادية. طبعا هناك عدد كبير من القضاة الذين أدلوا بأصواتهم في مركز الرشيد، وهذا له دلالة مهمة، خصوصا نحن نعلم أن قرار المحكمة الاتحادية هو الذي، يعني عندما احتج التشرينيون من اجل اسقاط هذه المجالس، كانت له الكلمه الاخيره في هذا المجال. اذا اليوم القضاء له دور كبير في اداره هذه العمليه والاشراف على نزاهتها، ولكن هذه المرحله تاتي فيما بعد العد والفرز واعلان النتائج رسميا. وعما اذا كان هناك اعتراضات على هذه النتائج وتوثيق بعض الخروقات التي كنا سمعنا عنها منذ بدء العملية الانتخابية، إن كان في الاقتراع الخاص أو العام. في إجراء مقارنة صغيرة فالح، أود أن نشير إلى أنه يعني بالاقتراع الخاص لاحظنا أن أعلى نسبة للمشاركة كانت في المحافظات التي يعني فيها الأغلبية المكون السني. ربما هذا المكون اليوم هو أراد عودة الانخراط في العملية السياسية والديمقراطية، فيما الصوت الشيعي اليوم منقسم بين الإطاريين والصدريين، والتشرينيون هم اليوم يعني لم يوحدوا الصف، وبالتالي على الرغم من أنهم هم من قاموا بالاحتجاجات ودعوا لإسقاط هذه المجالس المحافظات، هم اليوم غائبون عن المشهد ولم يشاركوا بشكل كبير كما كان متوقعا، وذلك ربما لأن ليس لديهم المشروع البديل حتى الساعة وهم منقسمون على أنفسهم. يعني نسبة المشاركة حتى الساعة بلغت حوالي 17% بحسب المفوضية. هذه النسبة طبعا ترتفع بين الحين والآخر، كما ذكرت سابقا أن الساعات المتبقية ربما نشهد زخما بالتصويت، وأيضا هذه النسبة يعني تعد مقبولة بالنسبة لمن يعني عندما نسأل عنها. ومن الممكن أن تزداد في الساعات القادمة، لكن هبة أريد أيضا أن أسألك من خلال استطلاعاتكم هناك في هذا المركز الانتخابي، هناك دعوات وجهت من المفوضية ومن قيادات سياسية، أيضا مع دخول ساعة الحسم الناطق باسم القائد العام يوجه رسالة إلى الناخبين. هذه الدعوات كيف يمكن أن نقرأها، من أي زاوية ومن أي باب؟ هل هي مجرد تشجيع للناخبين أم هي خشية من أن تكون نسب المشاركة بهذا المستوى وتريد إضافة نوع جديد من الزخم ودعوات جديدة للناخبين حتى يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع؟ فالح، كل الذين مروا على هذا المركز تحدثوا عن ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع وإدلاء الناخبين العراقيين بأصواتهم. ربما هم يعني يتخوفون من أن تكون هذه النسبة قليلة، ونحن نعلم أن نسبة المشاركة عندما تكون قليلة ربما يعني لم تطفي هذه الشرعية على التمثيل السياسي. يعني هم يستبقون، وكلما أتى سياسي إلى هنا وصوت هو يعني يدعو الناخبين إلى ضرورة المشاركة، ولكن هل سيلبي الشعب العراقي هذه الدعوة، وهل ربما سوف يثق بهذه الوعود، أم أنه يعني كما صادفنا العديد من العراقيين في الشارع العراقي يقولون لنا أننا لو انتخبنا لم نغير شيء، فالنتيجة محسومة وهناك محاصصة
وتوزيع في الحصص. هذا للأسف لسان حال الشارع العراقي. كانت لنا جولة في الطرقات ولاحظنا أن يعني حركة السير خفيفة، ربما لأن اليوم وغدا أعلن عطلة رسمية من أجل تسهيل حركة المواطنين والوصول إلى المراكز الانتخابية. فلح